تعالوا نروح لأخبارنا قبل ما ندخل في جو الأهلي في كل مكان. الأهلي يرفض المشاركة في البطولة أو بطولة كأس العالم لكرة اليد في قطر. الأهلي يرفض المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في قطر، ودي تبع أكيد يعني في ظل السياسة المصرية بصفة عامة. قرر مجلس إدارة نادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في قطر خلال أكتوبر المقبل، وذلك التزاما بالسياسة العامة للبلاد. جاء هذا القرار ردا على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي رشح فيه الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد والمقامة أو التي ستقام بقطر. وقام رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بعرض الأمر على مجلس إدارة النادي، والذي رفض ما جاء في الخطاب وقرر إرسال اعتذار مكتوب للاتحاد المصري لكرة اليد متضمنا القرار المشار إليه. ملخص الخبر: الأهلي يرفض المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر، وذلك التزاما بالسياسة العامة للبلاد. نروح لخبر تاني. خالد الدرندلي يبحث ترتيبات رحلة الأهلي لبتسوانا. خالد الدرندلي يجري اتصالات في بتسوانا. خالد الدرندلي اكيد حضراتكم عارفين امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في بتسوانا. ان شاء الله مباراه مهمه جدا هنتكلم برضو عنها بالتفصيل مع ضيوفنا وهتكلم معاكم فيها. اجرى اتصالات مع الكابتن سمير عدلي دينامو النادي الاهلي، دايما بقول عليه دينامو لانه فعلا ما شاء الله حاجه جميله جدا، للترتيب لرحلة المارد الأحمر لمواجهة فريق تاونشيب البتسواني في دوري أبطال أفريقيا. لعبنا مباراة مش عايز أقول شوطين، احنا خلاص خلصنا ثلاث نقاط، عايزين ثلاث نقاط مهمة جدا جدا. يلعب الأهلي مع تاونشيب يوم 28 من يوليو الجاري ببتسوانا في الجولة الرابعة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن المارد الأحمر قد فاز، الخبر اللي حضرتكم عارفينه طبعا، 3-0 امبارح. يبحث أمين صندوق الأهلي مع المدير الإداري ترتيبات الرحلة، حيث تقرر أن يسافر الفريق إلى بتسوانا فجر يوم 24 يوليو الجاري، فيما يسبق سمير عدلي البعثة ب 48 ساعة لإنهاء عدة أمور خاصة بالإقامة وملاعب التدريب والتنقلات إلى آخره. يتطلع خالد الدرندلي لإنهاء كافة الترتيبات، خاصة أن بتسوانا ليس لها تمثيل أو ليس بها تمثيل دبلوماسي حتى تكون الأمور مهيئة أمام المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جديدة في المباراة المقبلة لاستكمال المشوار نحو التتويج ببطولة أفريقيا. قلت لكم امبارح إن دي التجربة رقم 34 في لقاءات النادي الأهلي بالأندية الأفريقية أو بالدول الأفريقية. ده كان خبر معانا تاني. والأهلي بكرة إن شاء الله وديا مع الجونة استعدادا لمواجهة تاونشيب في بتسوانا. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة قال إن في بكرة مباراة ودية بعد قرار باتريس كارتيرون إن شاء الله مساء هتكون ضد نادي الجونة. نادي الجونة وافد جديد، هو مش جديد يعني، وافد السنة دي على الدوري المصري، أكيد فريق برضو بيضم نجوم كبيرة ويبقى مباراة مميزة للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني.